يوم رائع مش كده؟ أنا فكرت أمشي. هقول إيه بعد كل الحاجات الرائعة اللي اتقالت النهاردة دي، بس هحاول على قد ما أقدر. طيب، واحدة من الحاجات اللي بتميز البني آدمين عن بقية المخلوقات هي قدرتنا على إننا نتخيل حاجات مش موجودة ونحلم بالحاجات اللي احنا بنحبها. مش بس كده، احنا بنحلم بيها وبنتخيلها زي ما احنا عايزينها تكون بالظبط. بس مش ده المبهر في الموضوع. المبهر في الموضوع بجد هو قدرتنا على اننا نحول الاحلام دي لحقيقة. من كم الف سنة الاسد كان لما بيجوع كان بيجري ورا غزالة ويحاول يصطادها. في الوقت ده البني ادم لما كان بيجوع كان بيعمل نفس الحكاية. كان بيحاول يصطاد. يصطاد. النهارده بعد المدة دي كلها الأسد لما بيجوع لسه برضه بيجري ورا غزالة ويحاول يصطادها. بس النهارده البني آدم لما بيجوع بيطلب هوم ديليفري. عمرك ما هتلاقي أسد بيحلم بمشروع غزلان عشان لما يجوع ما يتهدش حيله. وعمرك ما هتلاقي غزالة بتحلم بمشروع صغير عشان لو الأسد كلها ولادها ما يتبهدلوش من بعدها. إحنا بس اللي بنعرف نعمل كده، إحنا بس اللي بنعرف نحلم. أنا اشتغلت في حياتي ثلاث شغلانات، اشتغلت مهندس لمدة 8 سنين وبعدين غيرت الكارير بتاعي من الهندسة واشتغلت في السيلز حوالي 8 سنين تانيين. لكن آخر 10 سنين من حياتي بقى شغلي الأساسي هو إني أحاول أنكش الناس علشان يحلموا وبعدين أحاول أساعدهم إنهم يحققوا أحلامهم. ناس كتير بتسألني إيه اللي جابك من الشرق للغرب؟ وإيه علاقة الهندسة بتحقيق الأحلام؟ زي أي حاجة في الدنيا، القصة كلها تبتدي بحلم. وأنا صغير كان حلمي إني أغني. الناس ضحكت زي ما يكونوا عارفين. المهم أنا طول عمري منطوي، مش من النوع اللي يعرف يطلع اللي جواه. لما كنت اشوف مطرب مشهور واقف بيغني كنت بنبهر جدا. واقف قدام الناس مش خايف مش مكسوف، صوته قوي ومؤثر، بيقول كلام يوجع القلب ويخلي البنات تعيط. طبعا انا في الوقت ده برضو كنت بعرف اعمل كده، بس الوحيده اللي كنت بعرف اخليها تعيط هي اختي الصغيره. أول فرصة جات لي علشان أحقق الحلم بتاعي كانت وأنا في المدرسة في سنة ثالثة ابتدائي. مس ريتا مدرسة الموسيقى بتاعتنا كانت محفظانا أغنية وكنا هنغنيها يوميها. وأنا كنت في منتهى السعادة، واقف وسط زمايلي لابس شورت مكوي وبابيونة لطيفة، جاهز عشان أكسر الدنيا وأخلي البنات تسح. مس ريتا وقفتنا كورس وراحت رايحه على البيانو بتاعها وراحت قاعده وابتدت تلعب. واحنا ابتدينا نغني، خمس ثواني مس ريتا راحت موقفه لعب، راحت واقفه وراحت ماشيه جايه ناحيتنا وراحت واقفه ومشاوره عليا، قالت لي انت ما تغنيش. وراحت راجعه. راحت راجعه قاعده على البيانو وكملت عادي خالص. روحت يوميها البيت لقيت بابا قاعد بيقرا الجرنان، حبيت احكي له على اللي حصل في المدرسه. بابا بيغني وصوته حلو جدا، بس لقيته مشغول فقعدت جنبه وبعدين زهقت فابتديت اغني. خمس ثواني بابا نزل الجرنان راح باصص لي ما تغنيش، وراح راجع مراجع الجرنان. وده بقى رد الفعل الطبيعي والتلقائي لأي حد بيسمعني يغني بعد كده. هو مرة واحدة بس رد الفعل ده اختلف، كنت مع واحد صاحبي وصاحبي ده كان متدين قوي فحبيت عكسه فابتديت أغني. خمس ثواني ولقيت صاحبي ده بيبص لي وعلى وشه ابتسامة عريضة ونظرة إعجاب مش متناسبة خالص مع الصوت اللي طالع، ولقيته بيقول سبحان الله الله اكبر. انا مبقتش فاهم حاجه، قلت له هو في ايه؟ قال لي انت دليل حي على ان المزيكا حرام.
الحلم الأولاني بتاعي ما تحققش، لكن فكرة الحلم فضلت مسيطرة على دماغي وعلى تفكيري لحد ما بقت جزء كبير جدا من شغلي ومن حياتي، وده اللي أنا حابب أتكلم عنه النهاردة. فكرة الحلم، ناس كتير بتشوف إنه الحلم فكرة رومانسية ساذجة لطيفة بس ما تأكلش عيش. أنا الحقيقة مختلف مع وجهة النظر دي. أنا من شغلي بقابل ناس كتير جدا بطلت تحلم، ولأنها بطلت تحلم في حياتها بقت روتينية جدا، بقت اللي بتنام فيه بتصبح فيه. فاللي أنا حابب أتكلم عليه النهاردة هو شوية حاجات اتعلمتها من شغلي عن الحلم يمكن تقنع اللي موجودين إنه الحلم فكرة أهم بكتير جدا من كونها فكرة رومانسية، وكل واحد يخرج من هنا النهاردة يجري ورا حلم ويحاول يحققه. البني آدمين عاملين زي جبل الجليد. جبل الجليد، احنا كلنا عاملين زي جبل الجليد. جبل الجليد جزء صغير منه اللي بيبقى باين فوق السطح، والجزء الاكبر بيبقى مستخبي تحت الميه. البني ادمين عاملين كده، احنا كمان عاملين كده. جزء كبير من تركيبتنا بيبقى مستخبي، احنا جزء صغير بيبقى باين من فوق، لكن الجزء الاكبر من تركيبتنا بيبقى مستخبي، مش بس مستخبي عن الناس، مستخبي عننا احنا كمان. الجزء اللي تحت ده احنا بنسميه العقل الباطن. العقل الباطن ده منجم اسرار في كل الحاجات اللي بتحركنا من غير ما نحس. قيمنا، مخاوفنا، رغباتنا، أولوياتنا، كل الحاجات دي موجودة في الجزء اللي تحت. الحلم بياخدنا من الحتة اللي فوق واللي احنا ما بنشوفش فيها غير مشاكل كل يوم، ويحاول ينزلنا للعالم السحري اللي تحت ده. بيدينا مفتاح للعالم السحري اللي تحت ده. ولما بننزل تحت ونشوف الحاجات المهمة بالنسبة لنا ونقرب منها، بنقدر نشتغل عليها ونحققها في حياتنا بعد كده. أنا ليا واحد صاحبي كان بيشتغل مدير كبير في شركة محترمة، وصاحبي ده رغم الاستقرار المادي والنجاح اللي هو كان فيه إلا أنه هو ما كانش سعيد في شغله خالص. وفي يوم من الأيام حبيت ألعب معاه لعبة بلعبها دايماً مع ناس كتير، اديت له موقف افتراضي وطلبت منه أنه هو يفكر فيه. قلت له تخيل أنك من بكرة الصبح مش هتاخد فلوس على شغلك، حياتك هتفضل ماشي زي ما هي وهتفضل مرتاح، لكن مش هتقبض مرتب على اللي انت بتعمله، وفي المقابل من حقك تختار اي شغلانه انت عايزها. لو الوضع عامل كده تختار ايه؟ فصاحبي قاعد يفكر شويه وبعدين قال لي لو الوضع كده اختار ابقى صياد، ابقى صياد في الامازون. قلت له طيب اديني سبب انت ليه اخترت الشغلانه الغريبه دي. قال لي اول حاجه هتبقى مغامره جميله، هصحى كل يوم الصبح مش عارف ايه اللي هيحصل، مفيش يوم هيبقى زي اليوم التاني. تاني حاجه هبقى عايش في وسط الغابة بعيد عن الدوشة عن الزحمة عن العربيات. ثالث حاجة أنا مش عايز قيود في حياتي، أنا عايز وقت ما يجيلي مزاج أصطاد أصطاد، لا عايز حد يقول لي في تارجت على الصيد ولا عايز حد يقول لي في بلانينج ميتنج قبل ما نصطاد. أصحى أصطاد أو أصحى ما أصطادش أنا حر. يعني قلت طبعا لصديقي ده الطلب على الصيادين في الامازون اليومين دول مش كتير، فما اعتقدش ان القصه هتمشي بالمنظر ده. انما الحقيقه الحلم ده مش مهم خالص، انما المهم بجد هي شويه الحاجات اللي انت قلت عليها. الحاجات دي هي لو دخلتها في حياتك بشكل او باخر هي دي اللي هتفرق. بعد كام سنه صاحبي ده استقال من شركته وراح فتح دايفنج سنتر في الغردقه. في الغردقه. وبقى يصحى كل يوم الصبح مش عارف ايه اللي هيحصل، كل يوم بالنسبه له يوم جديد. وبقى عايش في وسط الطبيعه. وبقى عايش في وسط الطبيعه اللي هو بيحبها، بعيد عن الدوشه وعن الزحمه وعن العربيات. وبقى حر نفسه يعمل اللي هو عايزه من غير لا ميتنجز ولا تارجتس. الحاجه اللي انا اتعلمتها من الحلم ده حاجه مهمه قوي. الحلم شكله من بره ممكن يبقى رومانسي وساذج، انما الحلم بيشاور لنا على سكه لو مشينا فيها. لو قرينا الحلم صح هنلاقي ان هو بيشاور لنا على سكه لما بنمشي فيها بنقرب من الحاجات المهمه بالنسبه لنا. وانا بشتغل في السيلز كانت الشركه اللي انا بشتغل فيها بتعمل اجتماع كل سنه، وكانوا بيدوا في الاجتماع ده جوائز للناس اللي عملت انجازات في السنه اللي قبلها. في سنه من السنين كان حلمي ان انا ابقى واحد من الناس دي، وكان عندي عقد كبير لو كنت مضيته هيبقى اكبر عقد في المنطقه بتاعتي.
عمري ما اشتغلت في حياتي جامد زي ما اشتغلت في السنه دي. كنت عامل زي المكوك، كنت بصحى كل يوم الصبح عارف انا لازم اعمل ايه، كنت بنزل اعمله. لما كنت بتعب او بتضايق او بتشد او بيحصل لي احباط لان حاجه مشيتش زي ما انا عايز، الصوره الوحيده اللي كانت بتيجي في دماغي هي صوره الفايس بريزيدنت بتاع السيلز وهو بينده اسمي وانا رايح اخد الجائزه بتاعتي. ساعتها لما كنت بشوف الصوره دي كنت بنسى التعب وبكمل. ودي نقطه مهمه، احنا في الدنيا دي كلنا بنتعب، الدنيا صعبه ومتعبه وكلنا بنتعب وكلنا بنعافر، بس مش كلنا بنعافر بنفس الطريقه. في ناس بتعافر وهي مش عارفه هي بتعافر ليه، بتعافر وهي مش حابه تعافر، بيعافروا لان كل الناس اللي حواليهم بيعافروا. الناس دي بتصحى كل يوم الصبح تبص لنفسها في المرايه وهي مش مصدقه ان هي هتنزل النهارده تعمل اللي كانت بتعمله امبارح. واللي بيقتلهم بجد ان هم عارفين انهم بكره هيبقوا بيعملوا نفس اللي بيعملوه النهارده. وفي ناس تانيه بتحلم بتعافر بشكل تاني خالص. اللي بيحلم بيعافر وهو عارف هو بيعافر ليه، بيعافر وهو حابب المعافره لانه عارف ان المعافره هتوصله اللي هو عايزه. بيتعب من المعافره زيه زي غيره، وبيروح اخر اليوم مش قادر يقف ومش قادر يتكلم، لكن كل ده بالنسبه له ولا حاجه، وبيبقى مبسوط لانه في الاخر عارف ان المعافره دي هتوصله اللي هو بيدور عليه، هتوصله للحلم بتاعه. ودي الحاجه الثانيه اللي انا اتعلمتها عن الحلم. احنا بنتعب وبنجري في الدنيا، لكن في ناس بتجري من غير ثمن ومن غير معنى، وفي ناس بتجري وفي ثمن وفي معنى. من غير المعنى والامل في الدنيا، الدنيا ما يبقاش ليها طعم والدنيا تبقى كئيبه جدا. والحلم بيديني الحاجتين، بيديني معنى لان لما ببقى بحلم المساله بالنسبه لي بتاخد حجم اكبر بكتير من كونها مرتب او وظيفه. والحلم بيديني وعد ان اللي انا بعمله هيخلي الدنيا في الاخر احسن من اللي كان موجود قبل كده. في السنه دي انا مضيت العقد وكان اكبر عقد في المنطقه، ورحت البلاننج ميتنج ده او الميتنج بتاع الشركه دي وانا نافش ريشي وفرحان بروحي ومبسوط جدا باللي انا عملته. فكرت البس شورت وبابيونه بس حسيت زمايلي هيفهموني غلط فما رضيتش اعمله. ورحت الميتنج فعلا، وفي اللحظه اللي الفايس بريزيدنت فيها بينده الاسم وانا بقوم عشان اخد الجائزه بتاعتي، لقيت الفايس بريزيدنت نده اسم تاني خالص. دي صورتي وانا خارج من الميتنج. الموضوع ده دمرني، اتضايقت جدا، وقعدت بعدها مده كبيره جدا اسال نفسي ايه اللي حصل وليه، ولحد النهارده من ساعتها انا ما اعرفش انا ليه ما خدتش الجائزه دي. الحاجه الوحيده اللي خرجتني من الاكتئاب هي سؤال سالوه لي واحد زميلي وقتها، قال لي انت قعدت تجري سنه بحالها ورا الجائزه دي وفي الاخر ما خدتهاش، كسبت ايه من الموضوع ده؟ على بال ما جاوبت على السؤال ده كنت بقيت بني ادم تاني خالص. طول السنة دي أنا كنت عايش بكل طاقتي، كنت كل يوم بتعلم حاجة جديدة، كنت بعرف عن نفسي حاجات ما كنتش أعرفها، وثقتي بنفسي وإمكانياتي زادت. باختصار شديد أنا كنت عايش بجد في السنة دي. وده الحاجة الثالثة اللي أنا اتعلمتها عن الحلم. الحلم مش مهم قوي، هو مهم طبعا بالنسبة لنا كل حاجة، لكن الأهم منه الرحلة اللي احنا بنمشي فيها عشان نوصلها. اللحظة اللي أنت بتستمتع فيها لما الحلم بيتحقق هي لحظة قصيرة، ممكن تبقى يوم، ممكن تبقى أسبوع، ممكن تبقى شهر. إنما الرحلة اللي أنت بتمشي فيها عشان توصل للحلم بتاعك هي دي اللي طويلة وهي دي الجايزة الحقيقية، حتى لو الحلم بتاعك ما اتحققش. يوم 25 يناير أنا كنت في البيت مع ناس أصحابنا، وكنا قاعدين بنهزر وبنضحك وبناكل ولا على بالنا. على اخر اليوم كنت خدت اكبر الم خدته في حياتي. انا كنت زي كل الناس اللي نزلت يوميها، كنت بشوف ان احنا كمصريين نستاهل احسن بكتير قوي من اللي احنا كنا فيه، وكان عندي حلم ان انا ارجع اشوف مصر تاني زي مصر اللي بنقرا عنها في كتب التاريخ كده. بس طبعا لا كنت بقول حاجه ولا كنت بعمل حاجه. يوم 28 كان عندي قرار مصيري لازم اخده. انا بقالي 10 سنين بقف قدام الناس أشجعهم إن هم يحلموا، وأقول لهم اجروا ورا الحلم بتاعكم، وأخليهم يصدقوا إن هم يقدروا يحققوا الحلم ده. وكنت بقول لهم كل حلم له ثمن، اللي ما عندوش استعداد يدفع الثمن ما ياخدش الحلم بتاعه. لو ما قدرتش أنزل يوميها مش هقدر أقف قدام الناس تاني أقول الكلام ده.
وقررت اني انزل. وانا نازل سمعت صوت. انت نازل رايح فين؟ نازل تعمل ايه؟ مظاهرات وضرب؟ انت اتخانقت في حياتك كلها مرتين، وفي المرتين ضربت. وبعدين انت عندك خشونه في الركبه. عصايتين من بتوع الامن المركزي يا معلم، والخشونه هتنتشر في كل جسمك وهتبقى اسلوب حياه. وعلى فكره انت عندك 51 سنه، ودي ثوره شباب. يعني حتى لو الثوره نجحت هيصنفوك فوق السن ومش هياخدوك معاهم في الائتلاف. طبعا حصل ولا حد عبرني في الائتلاف. فالصوت بيقول لي خليك في البيت بلاش بهدله. والصوت ده انا عارفه كويس، مش اول مره اسمعه. الصوت ده بيطلع كتير، بيطلع لي كل مره بعايز اعمل فيها حاجه. صوت رزل بايخ. مسريته ادتني رصاصه الرحمه، خلصت عليها في ساعتها. انما ده بيموتني على نار هاديه. صوت الخوف. انا كنت عايزها تبقى جمل عشان تبقى ماشيه مع العيله، بس ما لقيتش غير زرافه والله. يوم 28 اكتشفت او اعترفت لنفسي ان انا خايف، وان انا مش قادر، وان الخوف اقوى مني، ولاني مش هقدر عليه فلازم الاقي حل. فما لقيتش حل غير اني احاول اكلمه، اتفاهم معاه. فزي ما ندى عملت مع الدواء، بقيت اتكلم مع الخوف. اعمل معروف، انا في عرضك. لو ما نزلتش النهارده منظري هيبقى زي القرف، مش هقدر اقف قدام الناس تاني. يرضيك تقطع عيشي؟ وبعدين انت مش هتقطع عيشي بس، ده انت هتاخد مني حلمي. انت ايه؟ ما عندكش قلب؟ ما عندكش رحمه؟ الصوت ما تاخرش. دلوقتي عايز تنزل من غيري؟ وهو انت فاكر انك انت وصلت للي انت وصلت له ده لولا ان انا واقف جنبك طول الوقت؟ انا طول عمري جنبك بحميك وبشيل عنك بلاوي ومصايب. من غيري كان زمانك واقع في مليون مشكله. فالحقيقه يعني برضو الراجل كلامه معقول. حاجات كتير برضو حصلت زمان والراجل قام فيها بواجب. فطيب والحل والعمل؟ مش هقدر اقعد في البيت ومش عارف انزل، الخوف واقف لي عند الباب. لازم يبقى في حل، لازم يبقى في حل وسط. يوم 28 اتفقت مع الخوف اننا ننزل سوا. بس اتفقت معاه ان هو ينزل جنبي، ما ينزلش قدامي. ينزل عشان يحميني، ما ينزلش عشان يمنعني. ونزلنا المظاهرات، وكانت تجربه عمري ما هنساها في حياتي. على راي ولادي كانت تجربه جامده تحرير. واتعلمت يوميها حاجه مهمه. اتعلمت انه كل حلم كبير بيجي معاه خوف كبير، وان احنا مش دايما هنقدر نقتل الخوف، لكن نقدر نحيده، نقدر نخليه يقف جنبنا بدل ما يقف قدامنا. واتعلمت حاجه تانيه مهمه قوي كمان. اتعلمت انه الشجاعه مش انك تعمل الحاجه وانت مش خايف، ده يبقى اسمه تهور. انما الشجاعه هي انك تعمل الحاجه رغم انك خايف. والحاجة الأخيرة اللي اتعلمتها إنه اللي عايز يحلم لازم يصاحب الخوف، لأن الخوف دايما هيجيله في الوقت. الحلم نعمة كبيرة من عند ربنا. هو بداية كل حاجة حلوة في حياتنا، وهو المفتاح للكنز اللي موجود جوه كل واحد فينا. بيدينا معنى للدنيا، وبيدينا أمل إن الدنيا هتبقى في يوم من الأيام أحسن من اللي إحنا فيه. وطول ما إحنا بنجري ورا الحلم إحنا بنبقى عايشين بجد. ولما بنكسر الخوف نفسنا بتتفتح على الحلم وبنحلم اكتر. الولد الصغير ابو شورت مكوي وبابيونا كان نفسه يغني، كان نفسه يقف قدام الناس من غير ما يبقى خايف، من غير ما يتكسف، وكان نفسه يحاول يقول كلام جامد يمكن الكلام اللي هو بيقوله ياثر في حد ويغير حياته. الظاهر في الاخر ان الحلم ده اتحقق، والولد بقى فعلا بيغني رغم انه ما فيش مزيكا في الحلم.